السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داخل الدير الأبيض بغرب سوهاج. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب اي حاجة من السيد عيشة وتيجي لهنا عشان نتكلم مع بعض عن تاريخ وعمارة الدير الأثري الجميل بتاعنا. احنا شايفين ان احنا تحت الجبل الغربي لسوهاج في الصحراء، وده شأن كل الأديرة ان هي بتتبني في أماكن بعيدة عن العمران وبعيدة عن المدينة. دي أماكن للعبادة وأماكن إعاشة. الدير بتاعنا اللي اتبنى في القرن الخامس الميلادي سنة 450، اللي متبقى منه أقدم حاجة فيه هي الكنيسة الأثرية اللي قدامنا دي، ودي أكبر كنيسة في القطر المصري. شوفوا حتى شكلها واخد شكل المعابد المصرية القديمة. كان في ملحقات بقى وأماكن للإعاشة زي ما هندخل ونشوف، بس دي أماكن للأسف ممنوع فيها التصوير دلوقتي زي ما هما كاتبينها، ومش هنقرب ولا هنصور علشان ما نزعلش حد. هي في بعثة شغالة وفي ترميم، فاحنا خلينا في الكنيسة بتاعتنا. هو له اسم تاني برضو، الدير ده هو دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. الأبيض لأنه هو كان مبني بحجارة جيرية بيضة، نسبنا من اللي قدامنا النهاردة ده، يعني الشكل اتغير. بصوا حتى الميازيب أو المزاريب، اسمه ميزاب، احنا بنقول عليه مزراب لتصريف المية. الحاجات دي من 450 ميلادي. هنا الدير بدأ ب 30 راهب، ووصلوا في وقت ما ل 2200 راهب و 1800 راهبة. فكرنا بالتأثير، فاكرين ده في جامع الظاهر بيبرس، ما صورنا هناك وقلنا ان الشكل ده تأثير صليبي، لان الظاهر بيبرس استخدم أسرى من الحروب الصليبية لما كان بقى في يافا وفي الحروب بتاعته اللي هناك في مدن الشام والقلاع الشامية. كان بيجيب أسرى يستخدمهم مهندسين يستخدمهم في عمارة الجامع بتاعه. فبصوا نفس الشكل ده هتلاقوه في جامع الظاهر بيبرس. وبرضه هنا شايفين ايه؟ بصوا ده الشكل ده هنشوفه بقى متكرر كتير. دي حاجات جايه من معابد مصريه قديمه. المنطقه الاثريه اللي قدامنا هنا او اللي جنبنا هنا اللي هي اتريبس، فيها معابد مصريه قديمه. كل الجرانيت ده منقول من هناك، زي ما بنشوف برضو عندنا في الجوامع في القاهره، وقلنا كانت بتيجي من الاشمونين، بس هنا بقى هو يعني هو اصلا قريب منه، قريب منه هنا وقريب منه ابيدوس وقريب منه الاقصر، فمش هيحتاج ان هو يروح المنيا. بيجيب الجرانيت ويرجع يستخدمه تاني. كان في حاجات كتيره عليها نقوش برضو وهنشوفها جوه دلوقتي. هندخل في كنيسه بازلكيه. قلنا البازلكيه اللي هي مستطيل، المستطيل ده بيقسمه صفين من الأعمدة لثلاث قطاعات. نبص هنا كده، لأن الجدار ده لما ندخل جوه هو اتبنى حديث، يعني كانت المفروض الكنيسة الجدار ده ما كانش موجود. لما ندخل الهيكل بتاعها أو الشرقية كانت واصلة لما لهنا. كل دي كنيسة، علشان كده بنقول إن هي أكبر كنيسة في القطر المصري. البازيليكا صفين من الأعمدة، المستطيل الأول وبعدين صفين في النص من الأعمدة، بتقسم الكنيسة لثلاث قطاعات. أكبرها وأوسعها قلنا الكلام ده كتير، هو أوسطها، الجزء الوسط زي ما احنا شايفين. وده برضو جاية من شكل المعابد المصرية القديمة وقدس الأقداس، بدل هنا يبقى الهيكل أو الشرقية، هناك في المعابد القديمة يبقى قدس الأقداس. وهنا في البير بتاع المية. في كتابات اهي بالقبطي. في قصه برضه للباب ده، واحد كان والي الخراج، هنقولها لكم لو في وقت، بس اتبنى يعني شفنا الجدران الخارجيه اللي هي من الحجر. هنا الجدران اللي من الاجر دي اتبنت للتدعيم، دي في العصر الفاطمي. اسمه القاسم ابن عبيد الله، بيقولوا ان هو كان جاي يدخل الكنيسة وكان عايز يدخلها
ما احترمش الكنيسة ولا الرهبان، هم قالوا له ما ينفعش تدخل بالدبة بتاعتك وكان راكب على حصان أو على بغلة، هو والجارية بتاعته راكبة برضو على حصان، فما احترمهمش ودخل وهو داخل بقى من الباب، فالحصان بتاع الجارية وقع فمات، مات الحصان وماتت الجارية. وبعدين اتبرع بالحصان بتاعه واتبرع بمبلغ 400 دينار للكنيسة. الحمام هنا كتير قوي، سامعين صوته وشايفينه. بصوا تاني النقوش المصرية القديمة زي ما احنا قلنا، اهو جاي من معابد. هندخل بقى للكنيسة، احنا جوه الكنيسة كلها، بس احنا ندخل مكان الصلاة النهاردة لان المكان اللي بره بقى خلاص. او قلنا الجدار ده على كلام الأستاذة إسراء مفتشة الآثار، هي بتقول لي اتبنى في عصر محمد علي، يعني القرن ال 19، بداية القرن ال 19. شايفين الباب ده هنا، وأبونا قال لي لا ده اتبنى من القرن التاسع الميلادي، أبونا أثناسيوس قال لي كده، فعندنا المعلومتين. يعني شكل القباب بقى، الحناية الركنية اللي شايلة الخوذة بتاعت القبة، الباب ده زي ما قلنا كانت الكنيسة، وهنشوف دلوقتي هنشوف صور جوه هتوضح لنا ده كله. ده الهيكل أو الشرقية جواها المائدة الكهنوتية، هنا أيقونة نادرة للسيد المسيح اسمها البانتو كراتور، أو جالس على العرش، المسيح جالس على العرش، وفي حواليه بقى اللي هي الحيوانات، الأربع حيوانات المجسدة. ده أيقونة برضو للصليب، كان في أيقونة هنا بس للأسف مش موجودة. هو متشابه قريب قوي من الدير الأحمر، نفس الفكرة برضو، بس لازم الأديرة بيبقى برضو لها حصن، لأن كان بيهجم عليهم العربان والبربر، فلازم يحموا نفسهم ويكون عندهم أماكن، إحنا بيبقى فيه اكتفاء ذاتي بحيث لو هو اتحاصر يقدر إن هو يعيش. بصوا بقى الصور الجميلة دي تشرح لنا المكان اللي احنا فيه. ده مسقط افقي، دي البازيليكا بتاعتنا اللي احنا بنقول بقى اللي هي دي اكبر كنيسه تاني في القطر المصري. تخطيط البازيليكا هو المستطيل، وفي النص صفين من الاعمده. نسيت اوري لكم حتى بره، بس للاسف علشان الترميم يعني ما وقفناش بره كتير برضو لان المكان لسه تحت الترميم، بس هنا في المكان ده بره لو حد ركز في الامبل، الامبل ده اللي هو زي قلنا زي المنبر كده في الجامع، وده اثري اللي كان بيقف على الانبا شنوده بنفسه. بصوا دي صورة من فوق للكنيسة اللي احنا فيها اهو. ده بقى اللي قلنا ما كانش موجود، كان مفتوح على هنا. احنا ما بنعملش خالص، ما بندخلش الفوتوشوب ولا بنعمل جرافيك ولا اي حاجة ولا بنعمل مونتاج، فده انا اتمنى في كل الاماكن اللي انا بشرح فيها يكون ده موجود، يعني هو ده مونتاج طبيعي، دخلنا الصور اللي احنا عايزينها اهو، بانت اهو، باينه الكنيسه كلها من كذا اتجاه. يعني يشكر ابونا ان هو عامل اللوحات دي. ده اللي انا بقول لكم عليه اهو، ده الامبل اللي انا بقول لكم عليه اللي هو الاثري. اسمه بيما في المعبد اليهودي، واسمه المنبر في الجامع. من الايقونه اللي بره القرن ال 12، ودي الصليب والغطاء برضو شفناها. دي تعريف بالانبا شنوده اللي هو رئيس المتوحدين، ده من اهم الشخصيات في التاريخ المسيحي في مصر، مات في القرن الخامس بعد ما اسس الدير بحوالي 15 سنه. احنا قلنا الدير من سنه 450، هو مات 465. المفتاح ده المفتاح الاصلي، ده موجود، اللي بيزور المتحف القبطي في القاهره ده موجود في المتحف القبطي، وبرده النقود دي بعضها موجود في المتحف القبطي.
لقوها هنا في الحفاير. في اي يعني ايقونات اثريه بره، بس مش هنرجع لها تاني. اللي يجي بقى يشوف الدير ويكون حتى الترميم خلص. تاني ده الامبل الاثري، صوره واضحه له. والله حاجه عظيمه. دي قلنا الاماكن اللي هي بقى تابعه للدير، لان قلنا مش متبقي عندنا غير الكنيسه اللي احنا فيها بس، لكن كل ده كان مردوم تحت الرمل، كل ده ما كانش باين، يعني الحفاير هي اللي كشفته. وللاسف يعني ممكن اقول لكم ان البيوت اللي جنبنا ده بدون مبالغه هي برضه مبنيه على اثار، وفي تحتها حاجات مهمه. يعني شوفوا مقربين، يلا هنقول ايه بقى، انتوا اكيد فاهمين. بصوا بقى المنظر ده موجود في الركن التاني برضو اللي هو ناحية الترميم، بس ما رحناهوش. شايفين هو عامل ايه بقى الراجل المعمل؟ لان في ناس قالت ان الدير اتعمل مكان معبد قديم. طب هو لو معبد، هو كانت الحاجات دي هتبقى مظبوطة يعني، لو هي كانت محطوطة من يومها في قلب معبد كانت هتبقى معدولة، لكن هو استخدمها. احنا قلنا هو جابها من معبد واستخدمها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، استخدمها مقلوبة علشان هو ما حطهاش مظبوطة، ان هو كده انتصر على الوثنية، لان كان بالنسبة للمعماري المسيحي ان ده حاجة وثنية، فهو حطها بالشكل ده. برضو ده عند باب من الابواب، ده احنا ما رحناش عندهم، كلها عليها نقوش اهي. دي برضو صورة لنفس المنظر اللي احنا شايفينه ده، نفس المنظر اللي هو ده. اماكن الاعاشة بقى بتاعته. نطلع بس هنا يعني خلاص هنختم، هوريلكوا بس حاجة فوق جميلة قوي. ده بيفكرني برضو الطلعة دي بأسوار القاهرة الفاطمية. بصوا بقى شايفين ايه، نفس الموضوع بالظبط عمله بدر الجمالي في سور القاهرة الشمالي اللي دخل. هشوف المناظر دي اهو، وقبل اسوار القاهرة الفاطمية هتلاقي برضو في المعابد المصرية القديمة نفس الشكل ده ونفس التخطيط. هو لو الشكل ده موجود عندنا في المعبد وموجود في الكنيسة وموجود بعد كده في أسوار القاهرة في العمارة الإسلامية، موجود في العمارة المصرية القديمة، موجود في العمارة المسيحية، موجود في العمارة الإسلامية، لأن هو المعماري واحد، هو في النهاية المعلم واحد، هو مصري، هي عمارة مصرية، سواء بقى اسمها عمارة مصرية قديمة أو عمارة مصرية مسيحية أو عمارة مصرية بعد كده إسلامية، لكن هي في الأصل عمارة إسلامية، عمارة مصرية أنا آسف. بصوا هنا كلها حاجات جاية زي ما قلنا من المعابد اهو. اللي يدخل كده ويفلي في قلب أسوار القاهرة الفاطمية بتاعت بدر عند باب الفتوح وباب النصر هيلاقي نفس المناظر دي اهو. تاني شايفين كأنك في سقف مقبرة مصرية قديمة. الدير هنا كان فيه مكتبة من أعظم المكتبات في مصر، للأسف اتنهبت بعد كده مقفول. في بقى حاجات اتنهبت أيام الغزو الفرنسي 1798، في حاجات، لأن حتى بعد الغزو الفرنسي في سنة 1798 المماليك لما فروا من القاهرة بقيادة مراد بك بعد هزيمتهم في معركة الأهرام لا أو معركة إمبابة قدام الجيوش بقى بتاعت نابليون، فهم هربوا، مراد بك جزء كبير جه من المماليك وجه عاش هنا في الصعيد، فكانوا بيجوا في الأماكن دي فكانت مهجورة، فبيقعدوا في الأديرة اللي هي القديمة دي والمهجورة في وقتها، فحاجات كتير يعني للأسف من وقتهم. وكمان يعني غير ان هي اصلا هي اتدمرت بسبب جلوسهم في الاماكن دي،
عن عمد بقى او غير عمد ما نعرفش، لان انت بتتكلم ان في جيش قاعد، يعني جيش هو اللي قاعد في المكان، ان المكان كمان كان مردوم اصلا، يعني تلاقي كتير من الرمل مغطي اجزاء كتيره فيه. فللاسف يعني اللي عاش لنا الحمد لله يعني الحاجات دي اتبقت. اتمنى ان احنا نكون زورناكم. في كلمه انا بسمعها جميله قوي في الاديوره، بسمعها دايما انا لما اجي، اقول لك ايه؟ تعيش وتزور. فتعيشوا وتزوروا انتوا بقى، يعني دي انا بسمعها من الاباء هنا، تعيش وتزور، انتوا تعيشوا وتزوروا وتيجوا بنفسكم تشوفوا الاماكن دي. كل سنه وانتوا طيبين تاني، رمضان. اوريكم الايقونات، الايقونات القديمه اهي، دي ايقونه هنا، الايقونه الثانيه. متنسوش تعملوا شير، نشوفكم ان شاء الله في اثر جديد وحلقه جديده من حلقات الصعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.